دومينيخ لوكامبيق او اه سفير كا دولاد دا سويسرلان او جوغا دالكا سوماليا ايا سعودال كان ان هوري لو سيشاعين كو يميد مقالة دا قروي اساقو مدحتو يدا مقالة دا كولان اي صحافة دا ديباد دا كجوغ تاي كولا ياشي مدحوين بروفيسر عبدولي محمد علي وحيا به اقومهم سنا اي لبدا مسولاي كاوضا هالين وحا كامي دها ارما حالة دا دالكا سوماليا او اي اقوها ويهين أمنيغا هيرير كباشا عالم كأي بنتلان هيرجلين تدور الشادة لبكو اللح يطبانكا كدب حكومة دا مدحوين حسن شيخ محمود لبدا مسؤول أيا مركي او صور دا ماضي كلان كودا غاركا اه اي مدحتوية دا بنتلان اي كو ياشين كدب وحا اي قابتان شير صحافظين اي باه دا وردونكا وغاور بيحيين وحيا بيه يوغو ميسان عسلا اي اي سلا سوقاذين مدحوين بروفيسر عبدولي محمد علي او هذا الكشيركة جرائد كوه الرييي waxa uu ka warramay nuxurka qodobada ugu muhiimsana ee ay isla soo qaadeen isaga iyo safiirka dawladda Switzerland u fadhiya dalka Soomaaliya waxaan runtii farxad u leenahay maanta inaan ku soo dhaweyno madaxweynaha Puntland ee danjiraha dawladda Switzerland u fadhiya Soomaaliya Mr. Dominic Langenberger and wuxuuna u yimid in uu كوان هذا اللو حريرك بلا إلى ذا هاي صاحب هذا يد عالمك جارها دولة سويسرلاند دمريكو حكم بدها أساس يعيش بطلة كوس قرب غصة عشان يو سديد 1998 أيون نو يمد وها ذاتك وحرنتي رغوت هاجري وحكا قري دستور ك تشارتر كي حد غرامات كي إلى هاي دولة دي بطلة كوس قرب غصة عشان يسديد دي إلى وقت جالسنا حير لو يولا لها بطلان. دومينيك لوكامبيق أو أحد جراح الدولة دا إزويزرلان أوتشو غدالك الصومالية أي أهد وقوم هاد عليا مدحدة بنتلان إساقو شاقا إلا بدا سنة إي صو صعو تكدب لقرشين يو كون سقال بقول كوبية سقاشان كي وحي كدن بيي مركي وقوه الرئيسة أي صومالية كدع ضد دورا شو بنتلان نو شاقاي إن أي وفود أدري دون تو مقالة مقدشو سي أي دورا شادا سي قوب جوك أغان نقضان. There is a lot of work to do. Within the next 2 years, Somalia will move to having elections in a federal system. Puntland will be sending its members of parliament to Mogadishu. In the same 2 years, there should be a new constitution which will establish the federal order within which Somalia wants to rule itself. So there is a lot of work, and again, the work which Switzerland will support is happening between Mogadishu and between the federal member states. Lix iyo toban sano kadib, oo ku beegan 1998-dii, markii dibadda loo tagay Puntland, waxay noqonaysaa markii ugu horeysay oo safiirka dawladda Switzerland ee dalka Soomaaliya uu socdaal ku yimaado magaalada Garowe, waxaana Dominic لوكامبيق لا شيغي انو كامي دها ددكي واخ كا يغليلي بونتيلان عمر محمد سومني يونيفرسال تي في غروي